بها تنادي خلوه ينزل عن ذلوله بسايله بالله ورسول يوم التقت داله بدار عباس راح الزاد لا نادى انت مكنك ام الابني ليش أربعة شبان ضبري وفي المرجلة كلهم مطاعي ما جوفك يا حر عنهم سألتي ما تسألين إلا يلا على حسين عزوني لها يا أم البنين إذا الله حيدر ورث أولاد ضفرين في ساعة المطرة شهمين ما واحد فيهم انقال حملوا على عسكر ابن زياد لكن عليهم فاز عبد سيداه وإماما قل طلعت سكينة تنادي من وراء أم البنين لاقت الناعي سألت من حفر قبر الحسين يا سكين الخبر جانا سين ما حد غسله صدق قال الصدق والله ما أحد جاء من هله وإذا بسكينة تنادي وأبتاه وحسينا قدم الناعي وأم البنين من خلفه وين وصلوا حجي وصلوا إلى المخيمات وإذا في المخيمات نساء والضجة صايرة من الخارج من داخل الخيمة إلى الخارج قل جت أم البنين وأرادت الدخول ما إن أرادت الدخول وإذا بفتاة لما نظرت إلى أم البني حولت بوجهها إلى غير جهة دخول الخيمة قول يا مولى عبد العزيز العالي قال يا نسوان لي عدكم أخي أسلم ولا ردت علي قالوا بعبرات جرية هاد عروس الغادري ولكن منك مستحية يتقدم الزينة وإذا بامرأة قد جاءت شاب رأسها إحدود بظهرها من هادي هادي زينب إلي إلي يا أمه يا أم البنين نادت يا نسوان بالله ويا خواتين هل تحن قولوا لي منين مكسورة الخاطر على قوم وياي يا معباس قوم الحجرة العباس ليش تعبت سافر عندي ولا ودي تشوف الناس تم جفوف ابو فاضل ودم عينه ودم برا قوم وياي يا معباس اعزك وتعزك هل تعفى الجبتي هلا وكل الهلا
عجب ما فارقت روحك على رجال فاقتي حتى يزيد وجلافنا جالسهم داخل قوم ويا يا معباس عزي شوتي عزي أين المنادون وحسينا